من نديروا هذا النشاط بمناسبة اليوم الأممي للمرأة، ودرناه اليوم واحد في الشهر من أجل التسجيل، وهو كيدخل ضمن الأنشطة الموازية ديال المؤسسة، وكنتمنى إن شاء الله يدوز مزيان والأطفال ياخذوا عبرة ويعبروا على الآراء ديالهم والمواقف ديالهم ويتشبتوا بالدور ديال المرأة في المجتمع ديالنا إن شاء الله بحول الله. وكنتمنى من هذا المنبر كنتمنى للمرأة المغربية عيد أيام أعياد، ماشي غير يوم واحد وإنما أيام أعياد، وكنتمنى لها التفوق إن شاء الله وأنها توصل الأبهى وأعلى المراتب. أتواجد في هذه المناسبة الكريمة التي هي الاحتفاء بعيد المرأة المغربية، والتي أثبتت جدارتها وأثبتت أدوارها الطلائعية سواء في التربية أو التعليم وكذلك في كل المجالات. والمناسبة شرط، وهي اغتنمتها بطبيعة الحال مؤسسة المثلث للتربية والتعليم لتحتفي بمربياتها وبأطرها وبفنانيها وبكل تلامذتها وتلاميذها. وبطبيعة الحال كانت اليوم فقرات شيقة، وكان لي شرف يعني تقديم هذه الأمسية الفنية. وبطبيعة الحال يعني شخصيا أعجبت كثيرا بكل الفقرات التي قدمت تحت إشراف الأستاذات. فبكوني أنني أستاذ في مادة المسرح في الأتولي دو تياتر في مؤسسة المثلث مشاركة مع جمعية الوحدة بمديونة، ارتأينا أننا ندير هذا الحفل هذا اللي فيه واحد مجموعة ديال لوحات فنية اللي مكلفة بهم الأطر التربوي، كل قسم مكلف به أستاذ ديالها. فأنت كما شفتي لوحات كانت رائعة، دائما في صميم الموضوع ديال يوم العالم المرأة، يعني كنعطيو لوحات تحسيسية لأهمية دور المرأة. المرأة كتلعب دور يعني بحال الشكل ديال العمود الفقري، فالإنسان بدون عمود فقري لا يساوي شيء، ما كتبقاش حركة. فالمرأة بحال العمود الفقري، لا تفقد العمود الفقري تفقد كل شيء ولا شلل.